بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سوف ندرس معا مقرر الكيمياء العامة عملي، مقرر كيمياء 1، والذي سوف نتحدث من خلاله في البداية عن دراسة بعض الخواص الفيزيائية للمادة، سواء كانت مادة صلبة أو مادة سائلة، مثل تجارب الكثافة واللزوجة. ثم نتطرق بعدها لدراسة الشقوق الحامضية والشقوق القاعدية للأملاح. سوف نبدأ في البداية بدراسة بعض الشقوق الحامضية للأملاح، ثم دراسة بعض الشقوق القاعدية للأملاح، ثم مخطط عام وشامل وهام لكيفية التعرف على أي شق في ملح، سواء شق حامضي أو شق قاعدي لأي ملح. ثم نتطرق بعدها في هذا المقرر لدراسة بعض التجارب الهامة الأخرى، مثل استخدام الخواص الفيزيائية لكيفية فصل مخلوط ماء مكون من 3 مكونات، وهذه من التجارب الهامة. ثم نتطرق بعدها لدراسة كيفية تعيين الوزن الجزيئي لأي مادة، سواء كانت مادة سائلة متطايرة أو مادة أخرى غير متطايرة، بواسطة الانخفاض في درجة التجمد. أتمنى لكم إن شاء الله أقصى استفادة من هذه الفيديوهات. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.